الأساطير والحكايات الشعبية تكنز خاكاسيا الذي لا ينضب. هنا الكثير من المواقع الأثرية والمحميات الطبيعية التي تصنف مقدسة لدى الخاكاسيين. في خاكاسيا يقولون إن المعالم الأكثر إثارة للاهتمام والمرتبطة بالعصور القديمة عادة ما تقع في أماكن يصعب الوصول إليها. جبل خزلخايا أي الصخرة الحمراء واحد منها. جبل خزلخايا هو جبل مقدس لدى الشعب الخاكاسي، حيث يعتبرونه مكان التقاء أرواح السماء بأرواح الأرض، لهذا لجأ إليه الخاكاس تاريخيا عند إحساسهم بالخطر. على سفح الجبل اكتشفت نقوش محفورة في الحجر تعود للعصر البرونزي. في خزلخايا يوجد أكثر من 40 نقشا يصور حياة الأسلاف. وفقا لعلماء الأثار عاش الناس هنا على الأقل منذ 2500 سنة، حيث اختبأوا من الخطر وأقاموا طقوسهم الروحية. أما هذه النقوش فتروي صفحات من تاريخهم. البعثات الاستكشافية تأتي باستمرار لدراسة هذه النقوش. بعض العلماء يرى فيها رسائل غامضة من الماضي البعيد. هنا لدينا صورة عن الطقوس التي كان يمارسها الأسلاف قبلنا على هذا الجبل. هنا مثلا شامان مع الأغنام والغزلان ذات القرون الحلزونية، حيث يتضرعون عادة لأرواح الجبل والتايجا. الكثير من الألغاز تحيط بهذه النقوش، ويمكن الخوض في نقاشات لا تنتهي حولها، لكن الاستماع إلى نصائح الخاكاسيين واجب عند بلوغ قمة خزلخايا. إنها فرصة يجب اغتنامها للتأمل في الإطلالة البانورامية التي يفتحها هذا الجبل، فرصة تنسيك صخب المدينة والحياة المادية التي تبعدك عن الطبيعة العذراء. يارا حسن، جبل خزلخايا، خاكاسيا، الميادين.